عندنا بعض الأسماء محرمة لا بد أن تغير. ينبنو كي حرام. يعني أسماء الكفار التي هي في الأصل أسماء الكفار مثل فرعون. بنو كي سوتي بن بي بن كفار. على example فرعون. مثل التعبيد لغير الله. على example بادولو تبادك الله. يعني مثلا عندنا في أشجار الشجر هذا يدور إذا الشمس في الغرب أو في الشرق، بعض الناس يسميها أنها تعبد الشمس، لا، هذا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. فكيف هؤلاء يسموا الأشجار يعبدوها لغير الله؟ هذا اللي يأخذ منه الزيت الشجر. Il y en a des gens qui pensaient que ça avait dit bois, il est capable de dire bien ou bien dire tout. Il dit subhanallah ça, il montre au pouvoir, capacité Allah subhanahu wa ta'ala depuis son créatif. نعم حتى أولاد الصغار يعني الآن يعلمون في الألعاب بعض الألعاب بلاي ستيشن وكذا يعلمهم أشياء فيها يعني شرك تعويذات. Aujourd'hui, dans le monde moderne, ben mamai ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ يعلم الصغير إذا خفت من والدك، إذا تريد شيء، إذا تذهب إلى السوق هكذا. نعم حتى إذا سقط سن من واحد من الصغار يقول اذهب إلى الشمس وارميه، الشمس تعطيك سن جميل. أعوذ بالله، هذا عبادة للشمس. صحيح؟ إذن عندنا من يعبد الشمس. Alors, il y en a des gens qui adorent le soleil parmi nous.